حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين. للمزيد من تسليط الضوء على مشاركة القطريين في الخارج باليوم الرياضي، معنا من بلجيكا أحد الرياضيين القطريين الموجودين في الخارج للاحتراف. نعم، نرحب مشاهدة الكرام باللاعب أحمد السعدي، لاعب منتخبنا وهداف كأس آسيا للشباب لكرة القدم عام 2014 والمحترف في نادي أوبن البلجيكي. مرحبا مسألة فيك كابتن أحمد. معنا مرحبتين. هلا مسألة. هلا يا مرحبا. مرحبا مسألة فيك أحمد. في البداية ودنا تطلع المشاهدين الكرام عن أخبارك وشلون تقضي يومك الرياضي كونك أنت من أحد المحترفين. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ثاني شيء مشكورة على الاتصال صراحة، وبيض الله وجيهكم. والله الحمد لله رب العالمين، احنا بخير ومرتاحين في معيشتنا الاحترافية في بلجيكا. نعم. بس طبعا الجو غير عن الدوحة، الجو بارد طبعا، نحاول ان شاء الله نتأقلم مع هالشيء ويكون هالشيء شيء زين لنا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يوفق احمد. لو بتكلم عن يعني مشاعرك بما انك انت رياضي واحنا وقطر يعني اليوم هو اليوم الرياضي، شو مشاركتك الرياضيه وانت خارج الدوله؟ ما اسمع. الو احمد تسمعني؟ لا الحين اوكي. الحين تسمعني؟ أوكي. انا سالتك احمد عن مشاعرك وانت خارج قطر بما انك انت شخص رياضي واحنا اليوم الرياضي وكل يمكن دوله قطر اليوم تمارس الرياضه لترسيخ هذا المفهوم. نعم. انت كرياضي شلون شاركت اليوم هذه الفعاليات وانت خارج دوله قطر؟ صراحه انا كنت اتمنى ان اكون في الدوحه صراحه، ان اقضي اليوم الرياضي في الدوحه. نعم. طبعا اليوم الرياضي في الدوحه غير، اعتقد انه مو في الدوله الوحيده اللي في قطر اللي تسوي اليوم الرياضي. في بلجيكا طبعا ما عندهم يوم رياضي، عندهم الايام العاديه كل يوم عندهم رياضه اصلا. نعم. بس مشاعر حلوه صراحه، كنت اتمنى انه يكون فيها في الدوحه صراحه. نعم. احمد انا ودي اسالك يعني شلون انت تشوف من وجهه نظرك اهميه اليوم الرياضي في تشجيع المجتمع على ممارسه الرياضه وايضا اتباع انماط صحيه؟ صراحة الرياضة مفيدة صراحة للجسم، مفيدة لأي شخص في أي وطن. نحاول أكثرية الناس يحاولون يمسون الرياضة، الرياضة صراحة شيء مهم، شيء معروف أن الرياضة مفيدة للجسم. نعم. طبعا إذا ما تبي يصيدك أي ضرر أو أي شيء مضر لجسمك عليك أن تمارس الرياضة وتطلع إن شاء الله في أحسن صورة إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. واحنا تشرفنا ايضا بمقابلتك. شكرا الكابتن احمد. مرحبا. السعدي لاعب كره قدم منتخب قطر للشباب. الله يوفقك ان شاء الله. امين. الله يوفقك. الرياضيين مشهور له بالبنان. طبعا النصايح الرياضيه اكيد الواجب علينا ان احنا نتقيد فيها على اساس نحافظ على صحتنا. نعم ان شاء الله هم من ابطال البطوله 2022 ان شاء الله باذن الله. الله يكتب لنا العمر ونشوف ان شاء الله. امين ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في منطقه الشمال جرت الفعاليات الرياضيه في نادي الشمال الرياضي وايضا في منطقة الكعبان بملتقى فتيات الكعبان. نظموا فعاليات من كرة القدم وكرة السلة والطائرة والجري وغيرها من النشاطات. نشوفها معكم في هذا التقرير. فعاليات اليوم الرياضي في نادي الشمال الرياضي وملتقى فتيات الكعبان هدفت إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وتعزيز الثقافة الرياضية وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والأنشطة البدنية. الفعاليات احنا ننظمها كل سنة بمناسبة اليوم الرياضي للدولة، والفعاليات السنة هذه بدأت معنا من أمس يعني قبل اليوم الرياضي بيوم، ونظمناها مع بعض الجهات الحكومية في المنطقة مع بعض المدارس في المنطقة، وكانت فعاليات جميلة وتم يعني التجمع في الصالة الرياضية وعمل فعاليات رياضية لأولاد المدارس. أول شيء لعبنا كرة القدم داخل الصالة، وبعدين رحنا نلعب الطائرة، بعدين رحنا ندخل الصالة لعبنا تنس، بعدين جينا نلعب سلة. أنا في نادي الشمال الرياضي في فعاليات كثيرة مثل كرة الطائرة وكرة القدم، وأنا أحب أنا الحين بكرة الطائرة، وأنا أحب كرة الطائرة إنها مفيدة للصحة والعقل السليم في الجسم السليم. في فعاليات وايد في نادي الشمال الرياضي مثل كرة اليد وكرة الطائرة وكرة قدم وكرة سلة، كل الرياضات.
ملتقى فتيات الكعبان تضمن أنشطة متنوعة كألعاب رياضية للأطفال والفتيات بشكل خاص، وورش صحية رياضية تثقيفية، حيث تم توزيع وجبات صحية وجوائز رياضية. في ملتقى فتيات الكعبان في أنشطة حلوة، ناس وايد، وفي ألعاب تليماتش ورياضات متنوعة. أنا أنتظر اليوم الرياضي لأن إحنا نلعب أنشطة رياضية نفس كرة السلة وكرة القدم، ونلعب بالاستكواش وكل شيء. ملتقى فتيات الكعبان سيقدمون يوم الرياضي في الكعبان، وسيلعبون كرة قدم وتليماتش وأيضا أشياء كثيرة. أنشطة منطقة الشمال التوعوية في اليوم الرياضي تسعى إلى ترسيخ ممارسة الرياضة كسلوك صحي ويومي يسهم في بناء مجتمع نشيط وصحي بدنيا ونفسيا. شفنا مشاهد الكرام يعني الفعاليات باليوم الرياضي خالد في منطقة الشمال ومدينة صحيح. الكعبان نعم. ويعني الله يحفظها الصغار، يمكن الصغيرة اللي قالت سيلعبون، ها سيلعبون إن شاء الله. الله يحفظها، الله يحفظها إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، كورنيش الدوحة أيضا من المناطق اللي شهدت مشاركة المئات من المواطنين والمقيمين أيضا في النشاطات الرياضية المختلفة، سواء بممارسة رياضة المشي على الكورنيش أو بالمشاركات في الرياضات والألعاب البحرية والمتنوعة والمختلفة أيضا في القرية الأولمبية. خالد، نعم خالد، مزيد من التفاصيل حول نشاطات الكورنيش في اليوم الرياضي في التقرير التالي. تحولت الدوحة إلى ملعب كبير في اليوم الرياضي للدولة، والذي يعتبر فرصة مميزة لممارسة الأنشطة الرياضية والحصول على المرح والتوازن الصحي وتجديد أسلوب الحياة في هذا اليوم. وفي صباح هذا اليوم شهد كورنيش الدوحة الذي هيأ نفسه لهذا الحدث نشاطات رياضية متنوعة، مثل رياضة المشي التي شارك فيها المئات من أفراد الشركات والمؤسسات والقطاعين العام والخاص ومن المواطنين والمقيمين، فضلاً عن الرياضات والألعاب البحرية المختلفة. وفي القرية الرياضية انتظمت نشاطات لاكتساب مهارات جديدة في 8 رياضات رئيسية، بما فيها كرة السلة والرماية وتنس الطاولة وكرة اليد وكرة القدم، بالإضافة إلى فعاليات فنية وعروض مسرحية مشاركة في هذا اليوم الرياضي الوطني الذي تنفرد به قطر بين سائر دول العالم. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية الحلقة، لكن قبل ما نختم أنا قلت بسأل خالد، نعم، إيش الرياضة اللي مارست اليوم؟ ركوب الخيل اليوم. ركبت الخيل اليوم. يعني اليوم أنت شاركت؟ اليوم رياضي بحت اليوم. نعم، أنا اليوم في الدوام موجود، فبدل ما أركب الأسانسير ركبت الدرج. يعني مشيت يعني اليوم. زين سويت. نعم. أوكي ما عليك. مشاهدينا الكرام، الوعد إن شاء الله إن الله جعلنا من الحيين بكرة بإذن الله في نفس هذا الموعد من برنامجكم ترحيب، تمسون على خير. في أمان الله.